أنا ممتن للغاية للفرص التي أتيحت لي، وأشعر أنه من واجبي أن أعوض ثروتي الطيبة من خلال المساعي الخيرية التي توسع نطاق إمكانية الإنسان والرحمة. هانس جورج ويس. يمكن توسيع نطاق إمكانية الإنسان والرحمة بعدة طرق. يمكن للمساعي الخيرية أن تكون ذات تأثير كبير، ولكنها ليست المسار الوحيد. هناك طرق صغيرة لا حصر لها يمكن لأي شخص من أي مكان في الحياة المضي قدما في هذه الرحلة الهادفة. يوفر استكشاف الابتكارات في التعبيرات عن التعاطف نقطة انطلاق لمبادرتك التالية. إن إعادة تصور حياتنا كممارسة طيبة يمكن أن تكون مغامرة مجزية ومرضية. كلمة طيبة تبدأ كل يوم من جديد.